السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عادل شحيمي، سائق سيارة إسعاف خاصة تابع لشركة الشعلة. هذه المبادرة اللي قمنا بها اليوم هي مبادرة، يعني يمكن لي نقول مبادرة إنسانية. هذه المبادرة اللي قمنا بها من أجل الدعم ديال الناس ديال الصامي، ومن أجل الحد من هذا الوباء الفتاك اللي احنا تنقوموا بهذا الشيء هذا باش نعاونوا المواطنين، ما يعني على كيفية التنقل باش نحاربوا هذاك التنقلات وهذوك التجمعات، باش نحاربوا ذوك التنقلات ديال الطاكسي وما زاد عن ذلك. دابا ونداء اخر كنوجهه للمواطنين، كنقول لهم الطاكسيات والطوموبيلات الخاصه ديالكم لا باقيش تجيو فيهم السبيطار. حنا درنا هذه المبادره هذه باش بنادم الى احتاج لومبيلونس يلقانا حداه، يكفي انه يتصل ويلقانا حداه، ما كاينش مشكل. حنا هادشي هذا خدامين 24 ساعه على 24، وحنا راه جنود مجندون من اجل الحمايه ديالكم، من اجل الحمايه ديال خوتنا المغاربه وخواتاتنا المغربيات. كما تنعاود نكرر، حنا راه جنود مجندون من اجل الحمايه ديالكم، وكنهضر بكل غيره على الوطن، وكنهضر بكل غيره على الوطن، وكنهضر كحب للوطن وكحب للمغاربه. وما بغيناش هذا الوباء ينتشر. هادشي علاش درنا حنا هذه المبادره وساهمنا بالشركات الخاصه باش نحدوا من هذا الشيء هذا، ونتعاونوا مع الناس ديال الدوله ومع السلطات اللي كيسهروا على التنظيم ديال هذا الشيء وعلى الحد ديال هذا الوباء. وحنا راه حتى حنا عندنا دور في هذا الشيء هذا، والدور ديالنا هو اننا نتعاونوا مع هاد الناس هادو، ونتعاونوا مع السلطات باش نحدوا من هاد الوباء في العاجل، في القريب العاجل ان شاء الله. وكنتمنى الرساله توصل لجميع المواطنين والمواطنات. واخر النداء كنقول بقاو في ديوركم، وما يخرج حتى شي واحد الا في حاله الضروره القصوى. ماذا اعني بالضروره القصوى؟ اعني بالضروره القصوى حاله مرض، وحاله مرض نتصل بلومبيلونس اللي تنقلني للمستشفى، ما نجيش في الطاكسي باش ما نخليش العدوى لواحد اخر يركب في هذاك الطاكسي غير مصاب ونصيبو انا. حيت هذا المرض هذا هو مرض اللي كينتقل بسرعه، وكينتقل بواحد السرعه كبيره، ما غاديش نعرفوا حنا كيفاش كينتقل، ولكن هو راه كينتقل بسرعه كبيره ويمكن يؤدي الزياده الى اصابات اخرى. هذا الشيء علاش كنقول حنا راه خدامين في الصالح ديالكم، وكنسهروا على الراحه ديالكم، وكنتمنى هذه الرساله اللي توصل للمواطنين. بدر بكشاته كاتب الجهوي للنقابه الوطنيه ارباب سيارات نقل الموتى وسيارات الاسعاف، كاتب العام لجمعيه ارباب نقل المرضى وشركات نقل الاموات. اليوم ان شاء الله تنشرفوا باش على هذه البادره اللي بغات تنطرح من خطه ان شاء الله، اللي غادي نحاولوا نديروا واحد داليس دوغارد الناس اللي مشتبهين بهذا المرض هذا ديال كوفيد 19 اللي تيشتبهوا، غادي نوفروا لهم النقل بالمجان. كاين واحد الهاتف غادي يكون خدام 24 ساعه على 24 ساعه، اي واحد حس براسو مشتبه بهذه الحاله هذه يمكن ليه يتصل بالمصالح الاخرى. حنا بغينا نخفوا العبء عليها شويه، نساعدوهم حتى هما، وحتى حنا راه في الخدمه. شكرا. مرحبا. بالنسبه لعدد العربات اللي متوفره، عدد العربات هو كل شركه غتساهم بالثلث، وغتخلي المباقي باش تخدم به عادي. يعني الشركه اللي عندها 4 ليزومبيلونس غادي تخلي لنا وحده، اللي عندها 6 غتخلي لنا جوج، وكل شركه غدير نهار دير فيه لاكارد ديالها باش نتعاونوا مع بعضياتنا ونقسموا هاد الاجر وهاد الثواب مع المواطن المراكشي بالخصوص. تقريبا شحال عدد العربات الموفرين؟ تقريبا غادي نكونوا موفرين شي 10 حتى 12 غادي في الخدمه ديال هاد الناس المشتبه بهم حاليا. هما نتمنوا الوضع ما يكبرش ونمشيو للزومبيلونس ولا ميديكاليز، حتى هما راه كاينين ولكن خليناهم لوقتهم. شنو توجه للمواطن المغربي من خلال هذا المنبر؟ كنوجه ليه من خلال التجربه اللي عايشين حنا في السبيطارات، وبالنسبه ليه يلتزم بالحجر ديالو باش يقي راسو ويقي العائله ديالو، ولا حس بالحالات بالاعراض المشتبه فيها يتصل بينا ولا بالوقايه المدنيه ولا بالسامي، ما يحاولش يجي بوسائله الخاصه ولا بالتاكسي ولا باش ما يعرضش الناس للخطر. شكرا.
ما فينا الفضل؟